هيا حلوين، فيديو النهارده هيكون فيديو عن الاطفال او فيديو للعنايه بالاطفال. هيكون فيديو عن منتجات بندولين. انا بصراحه جربت كذا حاجه للاطفال وكنت حابه اكلمكم عنها، وحابه اصلا اعمل سلسله عنها عن حاجات الاطفال كلها، يعني خلال الجيرني بتاعت الامومه الصغيره بتاعتي دي كنت حابه ان انا اقول لكم ايه الحاجات اللي جربتها واستخدمتها وايه الحلو وايه الوحش وكده. انا عملت فيديو قديم زمان على اللي هو شنطه الولاده وتحضيرات شنطه الولاده وكده، بس برضه هسيبه لكم في اللينك عشان لو في حد مقبل على ولادة وكده. بس برضو حابة ان انا اعمل سلسلة كاملة، فلو انتوا حابين الموضوع ده بليز اكتبوا لي تحت في الكومنت. بس كده خلينا نبتدي على طول، بس ما تنسوش تعملوا لايك فيديو وكمان تعملوا سبسكرايب للقناة عشان يوصلكوا كل الفيديوهات الجاية. اول حاجه معايا هي الشامبو والبلسم. والبلسم ده شكلهم اللي معايا، وخدوا بالكم من الصور اللي هحطها لكم لان في اشكال كتير. برضو انا جربت تقريبا 5 منتجات النهارده من بندولين، يعني انا بتكلم على براند بندولين. لو عايزين نعمل بقى نقسم مثلا حاجه الاطفال، يعني بابلز مثلا في بارك فيل الكلام ده، فلو عايزين نقسمهم كل مره نتكلم عن الحاجات اللي انا جربتها هعمل لكم كده. بس انا النهارده هتكلم عن بندولين تحديدا، وبصراحه عجبتني جدا. يعني اللاين انا جبت اللي هو المخصص للشعر الكيرلي. معرفش ليه جبت مخصص للشعر الكيرلي، مع ان هي شعرها مش كيرلي على فكره، هي شعرها ويفي. يعني هم حتى رسمين البنوته هنا شعرها كيرلي كتير قوي. اول حاجه الشامبو مكتوب عليه ان هو خالي من السولفيت، خالي من السيليكون، خالي من الكحول، وخالي من المينرال اويل. بس لما نيجي نقلب كده ونشوف الانجريدينتس هتلاقوا ان هما فيه داي صوديوم لوريس سلفوساكسينيت اللي هو اصلا بديل للسولفيت، فهم ما عملوش حاجه، هم شالوا ماده وحطوا ماده بس مكانها. ممكن دي اقل ضررا على الشعر او مش بتنشف الشعر قوي، بس هو كده كده بينظف الشعر حلو قوي. انا باخد منه حبه صغيرين، ريحته حلوه قوي، هو كمان سائل شفاف كده. معرفش هيبان لكم ولا لا، بس هو ريحته اطفال قوي، يعني نفسي اخليكم تشموا الريحه. يعني مش عارفه هيبان لكم من العلبه كده بره لونه، ولونه شفاف خالص وباين يعني مع الاضاءه وكده باين لي، فاضل فيه الحبه دول. بس ريحته حلوه قوي، مكتوب عليه ان هو بريحه العنب، بس هو ريحته اطفال قوي. عارفين حاجه الاطفال كده بيبقى ريحتها حلوه، فانا عجبني ده كمان بديل لجونسون، حلو جدا واحلى من جونسون 100 مره من وجهه نظري. طبعا مكتوب عليه ان هو كمان تير فري، بس هو لما بيجي في عينها او لما مثلا بغسل لها بالميه وينزل على عينيها بتقعد صوت منه. بس عموما كان في حاجات كتير عملت كده، يعني مش هو ده بس. بقى للكونديشنر والديتانجلر برضو عجبني جدا، هو برضو قوامه ما تحسوش ان هو، عارفين شبه البنتين كده شويه، القوام بتاعه اللي هو مش ثيك قوي ولا هو في نفس الوقت ماي كده، لا هو قوامه حلو بين الاثنين، فكان بيرطب برضو الشعر. باخد منه كميه كبيره وبسيبه شويه على شعرها، اللي هو مثلا دقيقتين كده اغسل لها جسمها وبعدين اغسل الشعر، كان بيغنيني. يعني ده مع ده مثلا خلاص، ده كده مره هي كده استحمت. المره مثلا لو انا بقى عايزه مره تانيه ممكن اعمل لها حمام كريم، فده كان بيغنيني عن حمام الكريم. يعني الكونديشنر حلو قوي وبرده فاضل فيه نفس الحبه، فانا استخدمته بقالي فتره طويله، يعني بتهيالي هو صلاحيته كمان كبيره، صلاحيته 2026، فبيقعدوا فتره طويله قوي. وكميتهم كانت 300 ملي، ف 300 ملي برضو كبير، يعني هيقعد معاكم فتره حلوه قوي. تالت حاجه بقى جربتها هي برضو من بندولين، اللي هو الهير ماسك بقى بتاعهم. الهير ماسك بصراحه انا ما عجبنيش الباكجينج، بس يعني الباكجينج مش هنتكلم فيه قوي، هو كده كده المنتجات كان سعرها افوردبل. لو لقيت السعر على نون مثلا او اي موقع اونلاين هحط لكم السعر، ولو في كود خصم برضو هحط لكم، يعني اللي هي كود خصم في نون هحطه لكم، نون ايجيبت. هو الحاجات دي مصري فمش هتلاقوها غير في مصر، مش هحط الكود التاني بتاع الامارات والسعودية، هما للأسف منتجات مصرية بس مش بيتباعوا في حتة تانية. بس بجد هما حلوين قوي، يعني ياريت لو كانوا بيتباعوا في حتة تانية، يعني ياريت يصدروا منهم. بس المهم يعني انه الهير ماسك ده شكله، انا ما عجبنيش الباكجينج، بس حسيته يعني الباكجينج رخيص شوية. بس هو عموما مكتوب عليه ان هو with shea butter، وانا مش عارفه بقى بصراحه، انا حاولت ان انا ادور كتير في الموضوع الهير ماسك ده، ان هو هير ماسك لانهي نوع شعر، ما عرفتش الاقي له حاجه. هو مكتوب عليه بس من ورا الانجريدينت اللي هو مثلا فيه شيا باتر، في ارجان اويل، في سيسيم اويل، في السيسيم ده اللي هو السمسم يعني، الاوليف الزيتون، والكوكونات هيدرولايزد. كاتبين عليه بس المكونات من ورا، مش كاتبين عليه اي حاجه تانية. كميته برضو كانت حلوه، يعني زي اي هير ماسك برضو مش مكتوبه، وده شيء غريب. يعني المفروض يكتبوا عليه مثلا 300 ملي 200 ملي مش عارفه ايه، بس هو زي اي هير ماسك حجم يعني، بس مش كاتبين عليه اي حاجه خالص، كاتبين بندولين وهوت لاين وخلاص كده. كاتبين كمان الصلاحيه بتاعته اللي هو يخلص 2026 وشكرا.
بس كده. تفتحيه بقى، عشان كده بقول لكم الباكجينج ما عجبنيش. ده شكله من جوه، ريحته مش احسن حاجه يعني، يمكن ريحه الشيا بتر ما بتبقاش احسن حاجه، بس عموما هي الشامبو بيخلي عموما الريحه حلوه، فالشامبو هو اللي بيغطي على الموضوع ده. بس برضو الهير ماسك بقى لما بحطه، حتى مش كاتبين اليوز يعني، تستخدميه مثلا تحطيه دقيقتين تلاتة اربعة خمسة، مش كاتبين اي حاجة. المهم ان انا كنت باخد منه، هو قوامه ثيك كده شوية، فكنت باخد منه حبة كده وبحطهم على شعرها من تحت يعني، من اول الرقبة كده لغاية تحت، وبستنى مثلا 3 دقايق 4 دقايق. برضو مش بقدر ان انا اقعدها فترة اطول من كده في الحمام، وبعدين بغسل لها شعرها، بيخلي الشعر ناعم جدا. وكنت ساعات بكتفي اصلا بالمرحلة دي، ساعات يعني بستخدم الشامبو مع ده الشامبو، بستخدم الشامبو مع الهير ماسك، او بستخدم الشامبو مع البلسم يعني، يا ده يا ده، ما بستخدمش الثلاثه مع بعض. وكان بيبقى شعرها حلو، من كتر بيبقى محتاجه ساعات ان انا مثلا احط لها كريم او كده، علشان مثلا اسلك لها شعرها يعني. الهير ماسك ده كان بيخلي الشعر يتسرح بسهوله جدا، فعجبني جدا. بس يا ريت يغيروا الباكجينج ويكتبوا عليه كده كلام زياده، ويكتبوا الوزن والكلام ده، ده بيدي شكل احلى يعني. بقى جربته، واللي هو جربته حديثا يعني، هو المنتج ده برضو، ده بقى كريم تسريح، كريم تسريح للشعر، مكتوب عليه كيدز هير كريم، ومكتوب ان هو فور ريستورينج اند ريبيرينج ذا هير، يعني المفروض ان هو بيعالج الشعر شويه، او بيحافظ على الترطيب في الشعر، وبالويت جيرم وبالمورينجا. كمان مكتوب عليه ان هو فري فروم سيليكون والمينرال اويلز. مكتوب من ورا بقى المكونات، المورينجا اويل والفيتامين اي، جليسرين، الجوجوبا اويل، الكوكونات، وفي طبعا فريجرنس وكده. ريحته تحسوها برضو اطفالي قوي كده. برضو الباكجينج بصراحه في الكريمات دي ما حسيتش ان هو احلى حاجه، تحسوا ان هو شيب شويه، انا مش عارفه هيبان لكم ولا لا، بس تحسوا ان البلاستيك كده رخيص قوي، مع ان المنتج حلو بجد حلو، بس هم مش مهتمين بالباكجينج، يمكن عشان التسعير مثلا. انا مش فاكره بصراحه الحاجات دي كان سعرها كام، بس لو لقيتها هحط لكم. ده كان كميته 150 مللي، حلو قوي عجبني. فاكرين السترونج فيل اللي انا بقول لكم عنه دايما من شركه بارك فيل؟ هحط لكم صورته برده هنا. دايما اوبسيسد بالكريم ده، وبستخدمه ليها على طول، كان بيلم الهيشان الكتير مثلا اللي بيبقى موجود مطرح الرطوبه، وهي مثلا نازله الحضانه وكده، ده زيه بالظبط يعني، ده يعتبر البديل ليها بالظبط، فعجبني قوي. اهي جت اهي. اخر حاجه بقى جربتها، واللي هي بصراحه يعني خيبت امالي جدا، هو الهير سيرم. انا قلت يعني دي اول مره، انا عاده ما بفضلش ابدا الهير سيرم، وفي ناس كتير سالتني نجيب مثلا سيرم للاطفال وكده، بقول لهم ابعدوا عن السيرم، عشان السيرم بيبقى فيه سيليكون، والاحسن ان احنا نستخدم كريمات للاطفال. بس انا قلت اجرب بما انه هو معمول للاطفال وخالي من السيليكون اصلا، فده شكله مكتوب عليه ان هو خالي من السيليكون. السيرم مكتوب عليه ان هو تركيبه مبتكره خاليه من السيليكون، وكميته 60 مللي، ومكتوب عليه بقى هنا سيليكون فري ويز نو بيلد اب، مش بيعمل ابدا زي طبقات على الشعر، بيدي شايني لوك، بيدي لوك في لمعه، غني بالزيت الارجان والميرونجا او مورينجا، معرفش بتنطق ازاي، مناسب للشعر الكيرلي وسوتبل فور اول هير تايبس، يعني الشعر كيرلي وكل انواع الشعر. بيقلل التشابك وبيبروتكت اجينست الهير دامج، يعني بيحمي الشعر. انا بالنسبه مكتوب عليه كمان من فوق ان هو فيه زيت لوز، زيت ارجان، زيت المورينجا والجوجوبا والايزو بروفايل بقى والبرفيوم والكلام ده، دي التركيبه الثانيه يعني. انا بالنسبه لي صراحه ده من أسوأ المنتجات اللي انا جربتها كسيرم عموما في الحياه يعني، انا عمري ما شفت سيرم شبه العسل. ليترلي انت بتحطي عسل على شعرك، كانك بالظبط جبتي علبه العسل كده، خدتي منها نقطه، رحتي عامله كده ورحتي حطاها على شعرك. تخيلوا بقى شعركم هيبقى ملزق وعامل ازاي، يعني غريب جدا. بصوا هو شكله عامل كده، طبعا النقطه دي بتغرق الدنيا، هي شعرها اصلا خفيف ومش طويل قوي، فالنقطه دي طبعا انتوا بتاخدوا نقطه صغيره اصغر من كده كمان، بس بجد تقيل تقيل قوي، زي ما يكون زيت تقيل يعني. اعتقد لو انت جبتي مثلا زيت ارجان او زيت جوجوبا وحطيتيه على شعرها، هيبقى احسن بكتير من انت تستخدمي زيت زي ده، ملزق ملزق قوي يعني. فبالنسبه لي لا خالص، ما حبيتوش. هو ريحته حلوه، قلت هستخدمه انا يعني، علشان انا خلاص جبته،
بس برضو ما عجبنيش ليا يعني، حتى ما عجبنيش كاستخدام. انا بحب السيرم اللي لما استخدمه يكون بيسهل يعني يساعدك في تسريح الشعر وفي نفس الوقت ما يلزقلكيش شعرك. ده بيفكرني بالزيرو فريز اللي هو فاكرين القديم قوي اللي هو كان العلبه لونها ازرق كده، كان وحش قوي السيرم ده، حتى الزيرو فريز احلى منه. فده تقيل تقيل قوي وملزق الشعر، فده بالنسبه لي ما عجبنيش خالص، ياخد 0 من 10 يعني. بس كده حلوين، دي كل حاجه الفيديو النهارده. لو جربتوا حاجه من المنتجات دي برضو اكتبوا لي رايكم. بس كده، اشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.